السلام عليكم ورحمة الله. إلى الخرطوم، إلى الخرطوم حين تفوح حبا بأشواق الكرام، إلى الكرام تعيش الصبر، تعيش الصبر ملحمة وسلما، وللأطهار تبرق بالسلام. بدورنا نحن نبرق بتحيتنا وسلامنا ومحبتنا إليكم جميعا أحبتنا الأكارم حيثما كنتم على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، وإلى الجاليات التي تتابعنا في الولايات المتحدة وأوروبا وفي سائر أصقاع المعمورة، تحيتنا إليكم ممتدة ومشوارنا معكم لا ينتهي. نبدأ معكم مباشرة بعد الفاصل. الأزمات المتفجرة في السودان قراءة واعية للمخططات الغربية تجاه هذا البلد العربي. هل من القدر المحتوم على السودان أن يعيش الأزمات المتعاقبة؟ هوية الإنسان وإشكالية الجيوسياسية التي يحتلها السودان في قلب إفريقيا، ملفات نفتحها بتمعن بعد قليل في الألوان السبعة. على امتداد خريطة العالم أصبحت الأضواء تتسلط على تركيا في مجالات التكنولوجيا المعاصرة، ودخلت تركيا بقوة في مجال التصنيع والتسويق. تركيا والنهضة التكنولوجية، مسارات نناقشها بعد قليل. طرح موضوع السودان كثيرا في أروقة الأمم المتحدة والمجاميع الدولية والعربية. بلد يزخر بالخيرات والكفاءات البشرية والمادية، ولكنه بلد يعيش الصراعات المتدحرجة من مشكلة إلى إشكالية. فلسفة زراعة الإشكاليات في السودان وأثرها على إفريقيا ككل، وأيضا الصراع الأخير ما بين السودان ودولة جنوب السودان الوليدة في ظل الصراع على منطقة هجليج ومنابع النفط، وأيضا السعي الحثيث على مصادر الثروة والسيطرة والتحكم، قراءات يسعدنا أن نطرحها على عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم الذي شرفنا بحضوره إلى استديوهات برنامج الألوان السبعة، البروفيسور دكتور حسن الحق علي أحمد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا، مرحبا. أحبانا الأكارم، اسمحوا لنا بداية أن نقرأ وإياكم الواقع الذي يعيشه السودان اليوم في ظل قراءة مبدئية، ثم نعود لحوار ضيفنا الكريم، نتابع سويا. ربما من القدر المحتوم على السودان أن يعيش الأزمات المتعاقبة، أزمات تتصل بهوية الإنسان تارة، وإشكاليات تتصل بالجغرافيا الاستراتيجية التي يحتلها السودان في قلب القارة الإفريقية السمراء المسلمة تارة أخرى. الأزمات المتفجرة في السودان تعتبر حالة فريدة في المحيط الإقليمي بنظر كثير من المراقبين، فكلما تم حل إحدى الإشكاليات كلما تم تفعيل ملف آخر. دارفور، دولة الجنوب، الحروب المستمرة، الدعم الإقليمي السابق والحالي للقوى المعارضة للنظام، حالات العقوبات الاقتصادية، وضع القيادة السودانية في دائرة الاستهداف والمتابعة، وهذا غيض من فيض السياسات الدولية التي ترتب لإفريقيا أن تكون مخزنا لأوروبا والغرب في القرن 21. ملفات النفط والثروة البشرية وملفات الزراعة والتصنيع والذهب والمعادن، كلها قضايا يسيل لها لعاب العالم الغربي، ولهذا ينبري المخططون الاستراتيجيون لرسم خارطة أزمات للسودان حتى لا يتمتع بمقدراته، لأن هذا البلد لو تمكن من النهوض على قدميه ولو لفترة محدودة يمكن له أن يؤثر على دول الجوار التسعة التي تحيطه على أقل تقدير. الأزمة مع دولة الجنوب الوليدة ليست بدعا من التاريخ، وليست محل فلسفة وجدال، فهي محطة من محطات الصراع المدعوم غربيا لإذكاء روح الحروب والصراعات التي لطالما اكتوت بها إفريقيا وفقدت فيها خيرة أبنائها وعقولها القيادية وثرواتها الطبيعية. وهنا بدورنا نجدد التحية والترحيب للبروفيسور دكتور الحسن الحق علي أحمد، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم بالسودان. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. لماذا تتداعى الأكلة إلى قصعتها كما يقال؟ لماذا يتم استهداف السودان جغرافيا
موارد بشرية، موارد مادية، يعني أصبح سلعة رائجة على موائد التخطيط الاستراتيجي الغربي. كيف تقرأ لنا طبيعة هذا الاستهداف المستمر للسودان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه هذا الأمر طبيعي بحكم إمكانات السودان وبحكم موقعه الجغرافي وارتباطه بالمناطق المحيطة به، وبالنسبة أيضا لتوجهه الحضاري الموجود، وبالتالي هناك كثير من القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لا تريد له استقرارا، لأنه لو استقر لتمكن من بناء نفسه وتطويرها. وحتى الفترة التي يعني القصيرة التي أعقبت اتفاق السلام الشامل والتي وضعت حدا للحرب المتطاولة، يعني بدأ السودان ينطلق فيها، كان واحد من أكثر الاقتصاديات نموا في أفريقيا لهذه الفترة الوجيزة. لذا أي حالة استقرار ستصب في صالح البلد وفي إمكاناته وفي نفوذه وفي دوره، لذا يراد لها أن تظل في حالة من الصراع الداخلي والاستهداف الخارجي الإقليمي والدولي. جميل جدا. أستاذ الكريم، قبل أن ننتقل إلى الحالة الأخيرة التي يعيشها السودان حول الصراع على منطقة الجليج وغيرها من يعني الموارد النفطية الأساسية، إضافة إلى ملف أبيي المتفجر دائما، لكن السودان لا يعاني فقط من تدخلات غربية، سأكون صريحا هنا في الطرح، هناك تدخلات إقليمية واضحة في الشأن السوداني، أطماع إقليمية وسلاح إقليمي يدخل في معادلة تفجير الأزمات. يعني كان القذافي الذي يعني ديس بالنعال ربما قبل فترة قصيرة، لكن كان صاحب الإمداد اللوجستي عمليا لكثير من الفصائل المقاتلة في دارفور وغيرها. إذن هناك أياد كثيرة تعبث بالأرض السودانية تريد تمزيقها، هل هذا التوصيف دقيق؟ نعم هذا صحيح. يعني السودان لديه كما ذكرت يعني هنالك مخططات إقليمية ودولية. المخططات الإقليمية الأكثرها وضوحا وصراحة كان هو القذافي، يعني لأنه هو دعم بالواضح، يعني لأنه هو بدأ دعم من الحركة الشعبية من بداية الثمانينات وحتى الآن. كل فصائل المسلحة موجودة في دارفور دعمها بالسلاح واللوجستي والمالي كان من القذافي شخصيا، لأنه لديه مشروع القذافي ويظن نفسه كان ملك ملوك افريقيا، وبالتالي بأمواله يمكن له ان يشتري الشعوب كلها والقيادات. نعم بالضبط. هنالك يعني قوى اقليميه اخرى لكن تعمل في الخفاء ليست في العلن كما هو حال يعني حال القذافي، وهذه لديها يعني اشكاليه مع التوجهات السياسيه الموجوده في السودان. بتعتبر انه النظام الموجود في السودان اذا ما تحقق له النجاح والاستقرار سيكون خصما عليها، سيكون نظاما اسلاميا بالتالي يسقط الانظمه المتواليه. اعذرني جدا هنا ربما نتحدث بقليل من الصراحه، لكن استاذنا الحبيب اليوم عندما نتحدث عن متغيرات الربيع العربي ومتغيرات الواقع الاقليمي، ولا اريد هنا الخوض في كثير من التفاصيل فيها، ولكن يعني هذا الامر سيكون بالتاكيد في صالح السودان، بمعنى تغيير كثير من الانظمه التي سقطت سينعكس على الواقع الداخلي السوداني، اليس كذلك؟ بالذات في جانب الازمات. نعم هذا صحيح، لانه الان خروج الغذافي من الساحة جعل كل حركات المسلحة الآن تنتقل إلى الجنوب وإلى يوغندا، يعني بدأت إلى تحولت إلى يوغندا ثم إلى دولة الجنوب، وذلك لانعدام الدعم اللي كان موجود، ومتوقع أنها الآن تضعف كثيرا لأنه الغذافي كانت لديه إمكانيات هائلة مادية لا تتوفر لدولة الجنوب ولا تتوفر ليوغندا في هذا الصدد. فهذا الآن لديه انعكاس إيجابي الآن على الأوضاع في دارفور. هذه الأيام الأوضاع في دارفور مستقرة، لا يوجد فيها يعني صراع كما كان هو في السابق بسبب التدخلات الخارجية، فهذا لديه انعكاس إيجابي الآن على يعني التغيير الذي تم في. جميل في جدا. أستاذنا الكريم، يعني استقلت دولة جنوب السودان وعاد الجنوبيون لبناء دولتهم في جنوب السودان، الآن هناك صراع ممتد، صراع خفي لا زال ممتدا ما بين السودان وجنوب السودان. هل لا تضعنا في صورة هذا الصراع أستاذنا الكريم؟ طبيعي بعد أن استقل الجنوب، لماذا لا زالت بواد الأزمة موجودة؟ ولهذه الأزمة امتداد للأزمة التي يعني كانت موجودة منذ الحرب، ثم أتت بعد ذلك الفترة الانتقالية التي أتت بعد توقيع اتفاق السلام الشامل. هنالك تيار في الحركة الشعبية لديه مشروع أيديولوجي، مشروع سياسي، سمي في ذلك الوقت بمشروع السودان الجديد، يريد تغيير هوية السودان، وهذا مكتوب يعني لديهم اسم مشروع السودان الجديد، أنه السودان كان يعني توجه عربي إسلامي ويريد أن يحوله إلى توجه أفريقي علماني.
الآن هذا التيار ما زال موجود في حركة في دولة الجنوب، وتعتبر أن لديها حلفاء في الشمال اللي هي الحركة الشعبية قطاع الشمال اللي كانت موجودة يعني، وتعتبر أنه ما زال لديها آمال في أن ينتصر هذا المشروع حتى بعد الاستغلال. لذا يعني الجزء الأساسي الآن هو المشروع الأيديولوجي السياسي الذي ما زال يعني متمسكين به تيار مهم جدا وأساسي في الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان. جميل جدا أستاذنا الكريم، ربما كثير من مثقفي العالم العربي والإسلامي، واسمح لي هنا يعني أعذرني أيضا على الصراحة، لا يفهمون حقيقة المعادلة الموجودة الآن. يعني جنوب السودان استقل نعم، ولكن الصراع على موارد النفط هذا ما يطرح، ولكن عمليا هناك موارد اقتصادية، موارد سياسية، موارد دينية، موارد ثقافية وعوامل كثيرة جدا تعزز من حالة هذا الصراع، ولا بد من فهمها لفهم الواقع السوداني. هجليج والصراع عليها والحرب التي تم إعلانها عليها هنا أستاذنا الكريم، هل هي شرارة حرب أم رسائل إعلامية متبادلة فقط، بمعنى جس نبض؟ طيب دعني أن أشرح ربما قليلا في موضوع هجليج. تفضل أستاذ. يعني هجليج ليست منطقة متنازع عليها بين الشمال والجنوب. صحيح. هناك 5 مناطق معروفة ومدرجة عند الاتحاد الأفريقي والذي يقوم بوساطة، وهذه معروفة يعني الطرفان يعني يغران بهذه المناطق أنه عليها نزاع. هجليج ليست محل نزاع. صحيح. لكن دوافع الأساسية الآن للحرب الأخيرة دي دوافع اقتصادية ودوافع سياسية. بعد أن أوقف الجنوب ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يمر بالشمال، والجنوب يعتمد بنسبة 98% على البترول. ليس لديه أي موارد أخرى. تالي يريد أن يضرب اقتصاد السودان. نعم. بالمقابل. يعني تضرني أضر. نعم. بهذا المعادلة. بالضبط. فهذه هي السبب الأساسي، إذا توقف نفطي أنا لا يمكن أن أترك نفطك يستمر، وبالتالي دخلوا وخربوا هذه المشاهدة الاقتصادية البترولية. فهذا السبب الأول اللي هو عامل ضرب الاقتصاد في الشمال. العامل الثاني عامل سياسي، أنهم الحركة الشعبية تعتقد أنه بإمكانها أن يأتي السودان إلى طاولة المفاوضات تحت الضغط، أنه الآن يعني مضروب اقتصاديا وجزء من أرضه محتل، لذا سوف يأتي إلى المفاوضات وهو مستعد التنازل على شروط الحركة الشعبية من دولة الجنوب. فهذا هو التخطيط، يعني تخطيط الحركة الشعبية في جنوب السودان من وراء احتلال هجليج. نعم. هل السودان يعني على مستوى الشعب، على مستوى المؤسسات الأهلية، على مستوى التيارات السياسية، وعلى مستوى النخب المثقفة إضافة إلى المستوى السياسي، واع لحجم المخططات التي تستهدفه؟ بمعنى استهداف الرئيس عمر حسن البشير من خلال أوكامبو وقرار يعني المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أحمد هارون وغيرهم. نحن نتحدث عن أزمة دارفور المتصاعدة، أزمة الجنوب يعني دعني أقول المتدحرجة ما بين هجليج وأبية وغيرها من المناطق، أزمة الصراعات العرقية والإثنية في داخل الجنوب. يعني في آخر إحصائية 18% من سكان الجنوب هم مسلمون، و17% هم من النصارى، والبقية غير دينيين يعني أو غير مسجلين في ديانات. هذه في آخر إحصائية أستاذنا الكريم، بمعنى الصراعات العرقية ربما تتفجر أيضا في دولة الجنوب. بالتالي المنطقة السودان وجنوب السودان بمعنى السودان القديم استراتيجيا منطقة قابلة للتفجر بكل مسمياتها. هل هذا التوصيف دقيق؟ نعم، هذا صحيح. لأنه يعني المنطقة يعني الجنوب كلها فيها تباين إثني هائل جدا. الآن توجد يعني حركات مسلحة داخل الجنوب، ويتوقع أن تزداد هذه يعني ضراوة في الفترة المقبلة نسبة لتوقف الاقتصاد. يعني الآن في أزمة اقتصادية داخل دولة الجنوب، أزمة اقتصادية، وأحرق السوق الكبير قبل فترة قصيرة. قبل فترة نعم، والآن لا يوجد مثلا وقود في كل محطات الوقود في جوبا بسبب توقف الإمداد النفط عبر الأنبوب يعني. لكن يعني نحن ينبغي علينا أن ندرك أن الحركة الشعبية أصلا هي حركة مسلحة، حركة عسكرية، وأتت إلى السلطة بهذه العقلية، والآن تمت عسكرة علاقات الخارجية كلها. يعني تنظر إليها بمنظور حركة عسكرية وليس حركة سياسية، لا
لديها برنامج سياسي، لديها مسؤوليات، لديها اقتصادية واجتماعية تجاه الناس. تجاه الناس. نعم. بالتأكيد، وهذا ما يلمسه كثير من المراقبون والمحللون لشأن يعني دولة جنوب السودان الوليدة. أستاذنا الكريم، إذا تحدثنا عن دارفور وجهود الوساطة فيها وحل الإشكاليات وزوال نظام القذافي، ودعني أقول وزوال نظام مبارك يعني وأثره على أزمة دارفور، ألا ترى أن هنا هذه المتغيرات ربما تخفف من حدة الأزمة الموجودة في دارفور، حتى لا يكون هناك انقسام وتشظي جديد في جسد السودان؟ نعم، هذه لديها انعكاسات مباشرة، لأنه في الفترة السابقة كانت الحركات المسلحة هي ليست لديها وجود، حتى فترة وجود القذافي ليست لديها وجود عسكري قوي، لكن تعتمد على حرب العصابات وعلى النهب المسلح. هي تهاجم قوافل ثم تهرب، وبالتالي تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. بعد زوال النظام القذافي يعني انحسر الدعم يعني الاقتصادي، وبعد تحسين علاقات مع تشاد بالتأكيد. نعم نعم، تحسنت علاقات مع تشاد وغيرهم. نعم. يعني انتقلت الآن كل الحركات المسلحة إلى دولة الجنوب، الآن باستضافة في دولة الجنوب، وكونت جسم جديد يعني باسم مسمى الجبهة الثورية. لكن وجوده على أرض الميدان ضعيف جدا. الآن أصبح الكرت الوحيد المتبقي هي المخيمات، مخيمات اللاجئين، وهذه المخيمات لا يراد لها أن 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 تصفى، لأنه وجوده دليل على استمرار الأزمة. فالآن في صراع على المعسكرات نفسها، يعني في برامج الآن العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين. هنالك الآن قوة داخل المعسكرات مسنودة بالحركات المسلحة لا تريد لهم العودة، لأنه إذا عاد وصفيت المعسكرات انتهت الأزمة. الضغط بأيديهم. نعم. نعم. أستاذنا الكريم، يعني الوقت أمامي ضيق جدا، ولكن حقيقة هناك كثير من التساؤلات التي طرحت حول هذا الموضوع. الآن إعلان دولة الجنوب في البرلمان السوداني بالأمس أنها دولة معادية، إعلان حالة التعبئة العامة، يعني الجيش الشعبي دعني أسميه الآن الذي بدأ يصطف المعسكرات، ويعني لا أدري ماذا أسميها عمليا، ولكن نداءات المجاهدين التي كانت تدوي سابقا من خلال أيام حرب الجنوب، و يعني جيش كما يسمى كان يسمى جيش الدبابين، بدأت مصطلحات جديدة جدا تسمع في الواقع السوداني مجددا. هل نحن على أبواب حرب عملية أستاذنا الكريم بعد هذا التحشيد الإعلامي والعسكري؟ والله أنا لا أتوقع أن تكون هنالك حرب شاملة على بين السودان ودولة جنوب السودان، لكن أتوقع هذا الحشد وهذه التعبئة الغصب منها إعادة استرداد تجليج ووقف التعديات التي تتم من دولة الجنوب خاصة على عند هجديج وتقف، ولهذا في تقديري سوف تقف عند ذلك، لأنه هذا ربما يكون يعني تكتيك من الحكومة في الشمال، لأنه قطعا في النهاية سوف نأتي إلى طاولة المفاوضات. يعني ربما لا يتم هذا في القريب العاجل، لكن على المدى البعيد سوف يكون هذا الأمر. لذا هذه الحشود والتعبئة لاسترداد الأرض التي احتلتها دولة جنوب السودان في منطقة تجليج، ثم بعد ذلك يعني يأتي الأطراف إلى طاولة المفاوضات من بمنطق قوة يعني وليس بمنطق ضعف. منطق القوة ومنطق الضعف على العملية التفاوضية أساس كبير جدا، والسياسة تدعمها يعني فوهات البنادق كما يقال أستاذنا الكريم. ولكن حقيقة لابد من تسليط الضوء على قضية مهمة، الداخل السوداني اليوم كيف ينظر إلى الأحداث؟ هل الشعب السوداني طبعا هناك آراء وأفكار في كل الشعوب تختلف ورؤى لها نظراتها المختلفة، لكن عندما نتحدث عن قضية ضرب منطقة كهجليش غير متنازع عليها إطلاقا بين البلدين، هل هناك رأي عام سوداني واضح باتجاه هذه القضية؟ والله يعني الأحداث الأخيرة في منطقة هجليج لأول مرة تصطف المعارضة مع الحكومة السودانية على موقف واحد، يعني كل الهجمات رب ضارة النافعة، حتى أنه زعيم حزب الأمة وهو من قيادات المعارضة زار المصابين من العمليات يعني يوم أمس، وأيضا كل الأحزاب السياسية المعارضة أصدرت بيانات تدين فيها احتلال دولة الجنوب لمنطقة هجليج، لأنه أصبح يعني رأي الشعب الشارع بصورة عامة ضد هذا الأمر، ويعتبر أنه هذا استفزاز من غير أي مبرر أنك تأتي ثم تحتل الدولة. وكان الشعب السوداني يؤمل أنه الانفصال على مرارته أن يضع حدا لحرب تطاولت مدة 50 عام، وبالتالي إذا الآن لم تتحقق له لم يتحقق السلام، ويرى عدوانا سافرا يتم من دولة أخرى عليه يعني كانت جزءا منه في القريب. نعم، حضرة البروفيسور الحسن الحق علي أحمد، الآن إذا شخصنا واقع السودان الآن
الشمال الإفريقي بالربيع العربي حسم ضد الحركات المقاتلة في السودان. بمعنى وأنت تفضلت وقلت الآن الحركات المقاتلة المعارضة تتجه باتجاه الجنوب، هل هذا سيؤدي إلى حصر الزوايا التي تأتي منها الريح كما يقال؟ بمعنى نغلق هذه الأبواب إلى منطقة الجنوب، هذه منطقة إشكاليات، وهذا سيعزز من الاستقرار في منطقة الشمال، وسيفتح الأبواب الاقتصادية على منطقة تشاد التي تشهد الآن حالة سلام وانفتاح وعلاقات حسن جوار الآن وفق يعني الاتفاقيات الموقعة أخيرا، النظام الليبي الرسمي الآن هناك علاقات حسنة مع السودان، النظام المصري والتزاور، وحتى رئيس المجلس المصري العسكري من المناطق المشتركة ما بين السودان ومصر، وهناك علاقات تاريخية أيضا على هذه المستوى. نحن نتحدث الآن عن بناء رؤية جديدة الآن يمكن للسودان أن يلعبها في هذا الإطار في ظل المتغيرات، كيف تقرأه؟ نعم يعني أنا سأبدأ بالتحولات التي تمت على الأمن القومي السوداني. نحن في السابق كان يعني مشاكلنا الأمنية من الجبهة الشرقية، ثم بعد سنوات انتقلت إلى الجبهة الغربية إلى تشاد وكذا، ثم الآن تنتقل إلى الجبهة الجنوبية بعد الانفصال. هذا يجعل يعني مناطق الشرق مناطق الجنوب والشمال آمنة يعني نسبيا مقارنة بالجنوب، يمكن أن يتحقق فيها نمو اقتصادي واجتماعي وسياسي. الآن يعني في طرق بتمتد الآن يعني رابطة بيننا وبين مصر، يعني طرق معبدة وطرق سكة حديدية، يعني إذا كان في إشكالية في التواصل بين السكة الحديدية الآن هذه في طريقة إلى أنها تحل. والآن كما ذكرت لك برنامج عندنا اتفاقية الحريات الأربعة، الآن في وجود الآن لأول مرة مقدر من المصريين في السودان أعمال مختلفة، استثمارات مصرية موجودة في السودان. ايضا هذا الامر سوف يمتد الى ليبيا. جميل. الان عماله سودانيه هناك افاق لهذا التطوير. نعم. حضره البروفيسور. نعم. حضره البروفيسور دكتور الحسن الحق علي احمد، نشكركم جدا، عميد كليه الدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه، واعذرني جدا لضيق الوقت، نشكركم جدا على حضوركم معنا واهلا بكم في تركيا. واحبانا لكان بعد شكر ضيفنا العزيز اسمحوا لنا ان ننتقل واياكم الى رحاب الكاريكاتور. من الكاريكاتور إلى رحاب الثقافة والتاريخ، تركيا تحتفل بأسبوع المولد النبوي في هذه الأثناء. تركيا من خلال هذه الذكرى تحاول تسليط الضوء على العديد من الأنشطة، أحد هذه الأنشطة حضرها وزير السياحة والثقافة التركي، وكان للزميل رشيد الفطماوي حضور في معرض الحلية الشريفة التي تصف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال خط إبداعي يزاوج ما بين وصف النبي وما بين جمال الخط العربي وفن التذهيب المتزاوج معا. نتابع سويا معرض الحلية الشريفة في آيا صوفيا الذي تعكسه لنا رشيد الفطمة، نتابع. بمناسبة عيد المولد النبوي وبرعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التركية، ينظم في متحف الآيا صوفيا معرضا تحت عنوان الحلية الشريفة. الحلية الشريفة باللغة العربية تعني الزينة الشريفة، وهذه هي الأحاديث التي نقلت عن علي بن أبي طالب واصفا النبي صلى الله عليه وسلم. الحلية الشريفة عند الخطاط هي وصف لحضرة النبي محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبونها في صورة معينة وبشكل خاص، ولقد تطورت صورتها أو تصميم صفحتها عبر الأجيال من الشكل البسيط إلى الشكل المركب. تعتبر الحلية الشريفة من أهم اللوحات الخطية التي يحرص كل خطاط على كتابتها وتجويدها، وذلك لما تحمله من أوصاف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. افتتح في متحف آيا صوفيا بمدينة إسطنبول التركية معرض الحلية الشريفة
المؤلف من أعمال خطية فنية تصف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. ويتكون المعرض من حوالي 3000 عمل فني نفذها حوالي 500 فنان. صراحة الشعور ديال الزائر العربي والمسلم إلى آيا صوفيا شعور مثير للانتباه من ناحية زخرفة هذه المعلمة التاريخية. المسلم أو العربي عندما يدخل إلى هذه المعلمة التاريخية يشعر بنوع من الراحة ويشعر بنوع من الطمأنينة، لأنه الحمد لله مجمع الديانات، الدين الإسلامي والدين المسيحي، والآن هي متاحة لكل أحد أن يزورها. لا أعتبر فقط هذا معرضا صغيرا، ولكن أعتبر إسطنبول كلها معرض. هذا المعرض مميز جدا، واسطنبول مدينة رائعة. المعرض يحتوي على نماذج حقيقية. شارك في افتتاح المعرض كل من نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، ووزير الثقافة والسياحة إرتول جناي، ورئيس الشؤون الدينية محمد جرمس، ووالي مدينة إسطنبول حسين عوني موتلو، ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى قدير توباش، ونائب المدعى العام في إسطنبول زكريا أز، وعدد كبير من المدعوين. أخيراً، تبقى لوحة الحلية الشريفة حلية الخطاط المسلم ودليله الذي يفخر بما وصل إليه من دقة الكتابة والزخرفة والتجويد والإبداع. حضر كل من رئيس بلدية إسطنبول وكذلك وزير الثقافة افتتاح هذا المعرض الذي يعتبر معرضا دينيا من الدرجة الأولى، احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف. نتمنى للعالم الإسلامي عيدا مباركا سعيدا. رشيد الفطماوي، برنامج الألوان السبعة، التركية، إسطنبول. على امتداد خريطة العالم، أصبحت الأضواء تتسلط على تركيا في مجالات التكنولوجيا المعاصرة، ودخلت تركيا بقوة في مجال التصنيع والتسويق. تركيا والنهضة التكنولوجية، مسارات نناقشها بعد قليل. جاء إلى تركيا فاحتضنته بكل المحبة والود، تقديرا له شخصيا وتقديرا للرمزية التي يتمتع بها والده. محمد ابن أسد الصحراء، محمد ابن عمر المختار، الذي كان في ضيافة برنامج الألوان السبعة التقاه زميل رامي عبد العال وحوره حول قضايا تتصل بالعلاقات التركية الليبية والواقع الليبي اليوم، وأيضا مكان قبر والده الذي قام القذافي بنقله قبل فترة من بنغازي إلى منطقة أخرى. قراءات مع محمد ابن عمر المختار يحملنا إليها فقرة ضيوف البرنامج. نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، هكذا قال أسد الصحراء وشيخ المجاهدين الشهيد الليبي عمر المختار، الذي وقف في وجه الاستعمار الإيطالي لأكثر من 20 سنة، خاض خلالها أكثر من 1000 معركة مقبلا غير مدبر. أما اليوم وبعد مرور قرن من الزمان على استشهاده، يأتي الابن الشيخ محمد عمر المختار في أول زيارة له لتركيا لشكرها على الدعم الذي قدمته لليبيا أثناء الثورة على نظام القذافي. وفي هذه الأثناء التقاه فريق برنامج الألوان السبعة وأجرى معه الحوار الآتي، الحوار الذي جمع ما بين الحداثة والماضي. زيارتي بالنسبة للجمعية الخيرية، الجمعية الخيرية التركية، هي اللي دعتنا للزيارة، زيارة تركيا. وتركيا يعني مش غريبة علينا، تركيا مش غريبة على الشعب الليبي. تركيا عندها يعني عندها مواقف مع الشعب الليبي، مواقف قديمة خالص. يعني ما نقدرش نقول لك كان في العهد الأول اللي بيك العهد في العهد الأول بتاع قبل الملك إدريس وقبل عمر المختار، يعني اللي تركيا كانت تساعد في الشعب الليبي ولا زالت تساعد في الشعب الليبي، ساعدات الشعب الليبي.
ولد محمد عمر المختار عام 1921، عاصر والده لفترة قصيرة ثم سافر إلى مصر وأقام في الإسكندرية بناء على رغبة والده عام 1927، قبل أن يعود مرة أخرى إلى بنغازي عام 1943. بعد الحرب العالمية الثانية انسحبت لي من الأراضي الليبية، والليبية أصبحت بعدين بعد ما أصبحت مملكة الليبية، والملك محمد إدريس المهدي السنوسي. عشنا في عهد الملك إدريس السنوسي ولحظنا في عهد معمر القذافي، لكن في عهد الملك إدريس السنوسي كان الشعب الليبي مستقر وكان متريح، لكن بعدين معمر القذافي تحرك في يوم 1 سبتمبر 1969 وكان ينادي بعمر المختار وأحمد الشريف، وكان أول خطاب لمعمر القذافي، أول بيان للشعب الليبي كان يوم 16 سبتمبر عن ضريح عمر المختار. وسألنا ابن المجاهد الليبي عن ضريح والده في ليبيا والرواية المصاحبة له فأفادنا. بالنسبة للضريح اللي أمر ببناء الضريح هو الملك إدريس السنوسي، أمر ببناء الضريح، وجو الزوار من العالم يزوروا الضريح ويحطوا عليه أكلين من الزهور، وفي عهد معمر القذافي برا كذلك يجوا الزوار يحطوا أكلين على ذر عمر المختار. وبعدين معمر القذافي ايش اللي يعني في فكره وايش اللي في رايه شهر رفات عمر المختار من مدينه بنغازي الى منطقه سلوك، سلوك تبعد عليه سلوك تبعد عليه بنغازي 50 كيلومتر. رحم الله عمر المختار رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته، وقد صدق القول عندما قال لجراستياني القائد الايطالي ان عمري اطول من عمر شانقي، وهذا ما حدث فعلا، فعمر المختار ذاكرة لا تنقطع والدعاء له موصول على عكس شانقه الذي اندثر في أرشيف التاريخ المنسي. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول. وإلى ملف يحمل ويزاوج ما بين العلم والعقل والمنطق وما بين الإبداع التكنولوجي، تركز تركيا من خلال سياسات مبرمجة على المستوى الحكومي والمؤسساتي والقطاع الخاص على الاستثمار في مجال استثمار العقل البشري والتكنولوجيا المعاصرة من أجل تحقيق النهضة والرفعة في شتى المجالات. تركيا اليوم عندما تصوغ واقعها التكنولوجي إنما تستنفر أبنائها من أجل صناعة التكنولوجيا التركية بأيد وعقول تركية. وفي هذا السياق يسعدنا أن نتحدث عن مستويات العمل التكنولوجي ومستويات التقدم في مشروع حوض رجال العلم الذي أطلعناكم عليه سابقا، وأيضا الآفاق المقترحة للتقدم التكنولوجي على مستوى الكادر التعليمي. يسعدنا هنا أن نرحب بضيفنا العزيز الذي هو رئيس اللجنة العلمية والتكنولوجية في جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين المعروفة باسم المصياد، الأستاذ محمد عاكف أوزيورت. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم. أحبائنا الأكارم، اسمحوا لنا أن نقرأ وإياكم واقع التكنولوجيا ومشروع حوض رجال العلم وفلسفة تركيا في استثمار التكنولوجيا والاعتماد عليها كمقوم من مقومات النهضة والرفعة. نتابع سويا ثم نعود لحوار ضيفنا الكريم. يجتمع كل رجال العلم الأتراك في أنحاء العالم في حوض واحد. تركيا التي تستهدف النمو الأسرع في الاقتصاد عبر تسريع الاستثمارات المعتمدة على العلم والتكنولوجيا المتطورة تعد قوائم جرد لكل رجال العلم الأتراك المنتشرين في أنحاء العالم، ولهذا الغرض سيتم تكوين حوض رجال العلم بمعيار عالمي. العملية التي بدأت بها وزارة العلم والصناعة والتكنولوجيا ستستمر على 3 أوجه. الوجه الأول سيكون حوض رجال العلم، وهذه العملية ستدعم من قبل الملحقين العلميين ومجلس العلوم والتكنولوجيا. وأيضاً سيجتمع رجال العلم مرة واحدة في كل سنة، وسيسري المشروع بدعم من وزارة الخارجية حسب المعطيات التي قدمها نهاد إيرغون، وسيحتضن حوض رجال العلم طلاب الدكتوراه والماجستير والأكاديميين الأتراك الذين يعيشون خارج تركيا.
بفضل الحوض سيتم تشكيل قاعدة بيانات مفصلة في موضوعات كعدد الباحثين والأكاديميين في الجامعات خارج تركيا والأعمال التي ينجزونها والمشاريع التي يشتغلون عليها. وزير العلم والصناعة والتكنولوجيا إيرغون الذي أشاد برجال العلم في المشروع قال: ندعو كل علماء بلدنا إلى التسجيل في قاعدة البيانات لوزارتنا وأن يكونوا جزءاً من هذه العائلة. وأما الوجه الثاني فيتكون من الملحقين العلميين، وهم سينشطون في السفارات خارج تركيا. في أول الأمر سيتم تعيين سفراء العلم إلى المدن التي لها إمكانيات كبيرة للعلم والتكنولوجيا ويعيش فيها بكثافة رجال العلم والمستثمرين الأتراك. المشروع سينفع تركيا في مجالين، حيث أنه سيفتح الطريق أمام الهجرة العكسية للعقول إلى تركيا، ومن ناحية أخرى سيوفر الوصول إلى العمالة اللازمة لاستثمارات التكنولوجيا في القطاع الخاص بتركيا، وبالتالي سيسرع الاكتشافات الجديدة. نعم، ونجدد هنا الترحيب لرئيس اللجنة العلمية والتكنولوجية في جمعية رجال الأعمال والمصنعين الأتراك المستقلين المعروفة باسم المصياد، الأستاذ محمد عاكف أوزيورت. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذنا الكريم. إدارتك لمؤسسة تكنولوجية تعتمد التقنية الرقمية، عملك في غرفة تجارة إسطنبول، رئاستك للجنة الشؤون العلمية والتكنولوجية في جمعية المصياد رجال الأعمال والمستقلين، تدفعنا إلى سؤالك مباشرة: ما هو تقييمك لواقع التكنولوجيا في تركيا أستاذنا الكريم مبدئيا لنتحدث هكذا؟ نعم أشكركم. في البداية أحب أن أقول بأننا أيضا نائب رئيس جمعية رجال أعمال المصنعين المستقلين موسياد، وأيضا في من عضو مجلس غرفة صناعة إسطنبول ورئيس اللجنة الصناعيين فيها. نعم، عندما نتحدث أستاذنا الكريم يعني هذه النشاطات التي تتفضل بها العلم التكنولوجيا في تركيا، كيف تقيمه لنا عمليا من خلال عملك واتصالك عمليا في هذه اللجان والمسميات الكثيرة جدا أستاذنا؟ نعم، تركيا طورت سياساتها نحو السياسات الاستثمار في التقنية. كما تعرفون قبل 15 عاما رئيس الوزراء تكلم عن كثير من المحفزات في السياسة والقوانين التركية بخصوص التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، فالدولة تدعم هذا الأمر وتحفز رجال الأعمال ورجال العلم فيه. هذا أمر لا يمكن لتركيا أن تحيد عنه وهو مهم جدا لها. بنظرنا إلى كوريا الجنوبية والهند والصين كدول كبيرة في هذا الأمور، فهم لديهم سياسات ناجحة في إعادة وعكس هجرة الأدمغة نحو بلدانهم. نحن أيضا هنا في مرحلة تغير ونهوض، وعلينا أن نعتمد على هذه التكنولوجيا، وعلينا أن نطور التكنولوجيا بأنفسنا وأن نبيعها أيضا لغيرنا. يجب علينا أن ننتج التكنولوجيا والتقنية، وبالتالي فتركيا تعرف هذا الأمر وتعرف أهميته، وحكومتنا حاليا بكثير من القوانين تحفز رجال العلم. اعذرني لمقاطعتك، ولكن يعني هل المستويات الأكاديمية على مستوى السياسات التعليمية المناهج التعليمية الموجودة في الجامعات التركية تؤهل لبناء جيل تكنولوجيا عمليا يربط ما بين المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية؟ نعم، بالتأكيد في تركيا نظام تعليمي ذا جودة عالية، وفيها الكثير من المهندسين يتخرجون بجودة عالية. أرى المشكلة الكبرى في ضعف التواصل بين الجامعات والمصنعين، فهناك هذه الصعوبة سوف نتخطاها هنا في تركيا، فنحن كغرفة صناعة إسطنبول لنا هذا الهدف ونحاول ونعمل عليه وعلى حله. لدينا حوالي 40 رجلا تكنوقراط أو رجل كفاءات يعمل على هذا الأمر لتأمين وتطوير التعاون والتكامل والتناسق بين الجامعات وبين المصنعين ورجال الأعمال. أيضا هناك الكثير من الشركات الخاصة التي تدعم هذا الأمر من خلال مراكز تفكيرها ومراكز تطويرها من خلال دراسات البحث والتطوير، ويضمون إلى هذا النسق الخريجين الجديدين من الجامعات التركية المختلفة.
وبالتالي نحن أيضا كغرفة التجارة وصناعة إسطنبول وتركيا نريد لتركيا أن تساهم بطريقة أكبر في مجالات التطوير والتقنية المتطورة تحديدا. ونحن بدأنا بمشروع تكنوقراط في تركيا خلال الشهر الماضي، أرسينا القواعد الأساسية، وخلال العام المقبل سوف نبدأ إن شاء الله بافتتاحه. ونتمنى لكم التوفيق عمليا. أستاذنا الكريم، هل بدأت تركيا عمليا بتطبيق مشروع حوض رجال العلم باستقطاب الكفاءات العقلية الموجودة لديها؟ نعم، هذا حوض رجال العلم ليس مسألة آنية تحصل في يوم واحد. كما تفضلتم هناك أكثر من حوض لرجال العلم، هناك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في السواحل الشمالية والجنوبية حيث الكثير من المهاجرين هناك، حيث يكثر رجال العلم من مختلف الدول. لنا الكثير والعشرات بل المئات من الأدمغة التركية تعمل هناك. نحن أيضا لا نريد منهم أن يأتوا إلى تركيا، في البداية نريد منهم أن يشاركوا معنا في حوض البيانات أو حوض رجال العلم، ونريد أن نعرف ما عدد الأشخاص لدينا هناك في الولايات المتحدة وأي قطاعات يعملون فيها وينشطون بها. هذا الأمر الأول. فنحن الآن نعيش في دنيا العولمة حاليا، لا تريدون لكل الناس أن يعودون إلى تركيا، لا تعرفون عدد الصينيين ورجال العلم الصينيين هناك في الولايات المتحدة، لا تريد منهم من كل واحد منهم أن يعود، ولكن يجب علينا أن نعرف كم عدد الذين يعملون في أي نطاق وأي مجال هناك. لا نريد أن تكون هجرة الأدمغة بشكل فيزيائي بشكل ملموس، ولكن نريد لهذه الأدمغة أن تعمل لمصلحة تركيا وأن تستفيد منها تركيا. جميل جدا. أستاذ الكريم، يعني عندما نتحدث عن وضوح الرؤية، هل لدى الحكومة التركية، لدى النقابات التركية، لدى الجهات المعنية هنا على مستوى مجتمع مدني، على مستوى القطاع الخاص، على مستوى الحكومة تحديدا بكل مسمياتها، وضوح لمشروع الاستثمار في المجال التكنولوجي من أجل النهضة بمكانة تركيا تكنولوجيا على مستوى التصنيع والتسويق؟ نعم، بشكل صريح أستطيع أن أقول أن وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا بأعمالها قد وضحت ذلك. نحن أيضا في جمعية رجال الأعمال المصنعين المستقلين والسياد قد وضحنا مرارا وتكرارا أهمية هذا الأمر، وقد وضحنا ذلك في بياناتنا واجتماعاتنا، وقد أيدت الوزارة في قراراتها هذا الأمر. وآمل إن شاء الله في مستقبلا، أنا متفائل جدا، حتى الآن كثير من الدراسات التي أكدت هذا الأمر، ولكن نريد أيضا أن يكون عدد المراكز أكثر وأكبر، ونريد أن تكون الفعالية في هذه الدراسات أكثر. جميل جدا. أستاذنا الكريم، هل تتوقع للاستقرار السياسي الموجود في تركيا أن يسهم في هجرة العقول من خارج تركيا إليها؟ يعني نحن نتابع هناك أيضا دعوات من، أعذرني جدا، لكن هناك دعوات من رئيس الوزراء التركي أيضا بتفعيل العقل التركي في الداخل. قال أنا أريد السيارة التركية، أريد السفينة التركية، أريد القمر الصناعي التركي، أريد بمعنى هو يحفز على عملية بناء العقلية التركية. نعم، بالتأكيد تركيا في ماضيها يجب عليها أن تعتبر من ماضيها وتنظر إلى مستقبلها. إذا أردتم أن تنهضوا وإذا أردتم أن تكونوا موجودين في الساحة الدولية، يجب عليكم أن تنهضوا بشكل رائع وكبير. لا يجب عليكم أن تتطوروا فقط ببعض القطاعات، بل بجميع القطاعات. يجب عليكم أن تطوروا من وتعلوا من جودة مخرجيكم في جميع القطاعات العلمية. تركيا اليوم أستطيع أن أقول أنها لديها نقص واحد فقط، هو أنها ليس لها بنية تحتية تنظم هذه الهجرة المعاكسة للأدمغة والعقول إلى تركيا، وبالتالي تصريحات الوزير الآن هي بخصوص تحضير هذه البيئة التحتية والبيئة الحاضنة لهذه العقول التي ستعود إلى تركيا. يجب علينا أن نحضر هذا البنية التحتية بشكل عقلاني ومعقول ومتناسق حتى تقنع هذه العقول والأدمغة بالعودة، لأنها لن تعود ولن تكون مقنعة لهذه الأبحاث. جميل جدا. أستاذ الكريم، هنا يعني أخاطب أحباء المشاهدين بقضية حساسة ومهمة جدا. إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تصنيع التكنولوجيا وتسويقها عمليا، وهي إحدى المؤسسات المدعومة من الحكومة والتي تعرف هنا باسم توبي تاك، أطلقت قبل فترة مشروع أطلس للتكنولوجيا أو للتبادل التكنولوجي مع العالم العربي والإسلامي، مدت يدها لبناء أفق تكنولوجي موحد
تحت عنوان تعالوا بنا نتقدم سويا، تعالوا بنا ننهض سويا في مجال بناء تكنولوجيانا الذاتية، في بناء فلسفتنا نحو غد مشرق نحن نصنعه بأيدينا بفكرنا بعقولنا بالعلماء الذين يمكن لنا أن نؤهلهم في هذا السياق. أستاذنا الكريم، القطاع الخاص ما دوره في هذه المعادلة؟ طبيعي دولت نعم، الدولة تحضر البيئة التحتية والبنية التحتية وهذا المساعدة التي تستطيع تفعلها وهي التي تنسق، ولكن فعليا الذي سينجح وينجح هذا المشروع ويفعله هي القطاع الخاص. الآن إذا تكلمنا عن القطاع الخاص هناك تأخر ربما عن هذا المشروع، ولكن كثير من الشركات مهتمة بالتقنيات المتطورة وبإنتاجها والتنسيق بما بينها حول هذا الأمر، وقد بدأوا بهذا الأمر فعليا. وحسب معلوماتي في الفترة الأخيرة لقد ارتفعت صادراتنا بهذا الأمر مؤخرا، وآمل إن شاء الله مستقبلا أن تكون صادراتنا في التقنية المتطورة أكثر وأكبر إلى نقطة أفضل إن شاء الله. جميل جدا أستاذنا الكريم، بواقع خبرتك وتنوع المعارف التي تمثلها أستاذنا الكريم، اسمح لي أن أسألك، ما دوركم أنتم في جمعية رجال الأعمال والمصنعين الأتراك؟ ما دوركم أنتم في غرفة تجارة وصناعة إسطنبول؟ هناك مسؤولية ملقاة على عاتقكم وأمامكم تحدي كبير في صناعة هذا المشروع التكنولوجي لوضع تركيا على الخريطة التكنولوجية العالمية. في البداية دعني أقول كما يلي، نحن في المسياد رجال أعمال المصنعين المستقلين، نحن شاركنا في المنتدى العالمي لرجال الأعمال والمصنعين، وهذا مؤتمر دولي معروف وهو كأنه دافوس، مؤتمر دافوس العالمي. هذا المجال الذي نظمناه على مدى سنتين متتاليتين كان الهدف الأساس منه الاستثمار في التقنية المتطورة، التكنولوجيا المتطورة، ونحن نظمنا هذا المهرجان وهذا المؤتمر بخدمة هذا الهدف. في نهاية هذا العام سوف ننظم مهرجانا آخر ومؤتمرا آخر أيضا، والهدف هو نفس الهدف لن يكون مختلفا كثيرا. نحن كمسياد كجمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين نقول أن أساس العلم والتقنية كانت عند المسلمين في الماضي، ولكن مع الأسف وكأن الأوروبيين هم من طوروا هذه التقنيات وهذا العلم، ولكن نعرف أن الرياضيات منشأها من كان، ونعرف من أسس علم الفلك، وأنهم جميعهم كانوا رجال علم مسلمين. هذا ما حاولنا أن نركز عليه وأن نستلهم منه فكرتنا للمستقبل. يجب علينا أن يكون لنا إرادة قوية في هذا الأمر، وهذا ما أراه متحققا حاليا. يجب على جميع الدول الإسلامية أن تستثمر في التقنية والتقنية المتطورة، ودون ذلك لا تطور ولا نهضة. بالتأكيد أستاذنا الكريم، لكن هل لدى تركيا بحد علمكم أستاذنا الكريم توجه من أجل مد خطوط التواصل وجسور التواصل مع العالم العربي عمليا على مستوى الهيئات والنقابات والمؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني؟ مثلا أنتم في غرفة تجارة وصناعة إسطنبول هنا، هل لديكم مشروعات تبادلية مع العالم العربي في هذا القطاع؟ هل تنوون مثلا طرح مخططات على هذا المستوى أستاذنا الكريم؟ نعم، بشكل صريح أنا رأيي الشخصي أننا لم نصل بعد للنقطة التي نريدها، لما زال لدينا طريق طويل لنقطعها كما أرى، ولكن لسنا في نقطة سيئة في الحقيقة. لقد قطعنا خطوات مهمة في هذا الأمر، ولينا علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي، وهي تصل إلى نقاط ومجالات مهمة جدا، وأنا أؤمن أننا سنصل مستقبلا إلى نقاط أفضل ومراحل أفضل، ولكن يجب على الإرادة السياسية أن تكون موجودة لدى الطرفين، وأنا متفائل جدا بهذا الأمر بكل صراحة. نحن مستعدون لكل شراكات وكل عمل مشترك مع الدول العربية والإسلامية. جميل جدا أستاذنا الكريم، مشروع حوض رجال العلم، مشروعات أطلس التبادلية الثقافية التكنولوجية، مشروعات يعني الاستفادة من العقليات العلمية وحملت شهادات الماجستير والدكتوراه في العالم الغربي، مشروع التواصل مع مصادر التكنولوجيا عبر السفارات الموجودة في أقطار العالم، بناء التكنولوجيا التركية الذاتية، مشروعات نهضة على مستوى القطاع الخاص والقطاع الخدماتي. هل أنت متفائل بأن تركيا ستختصر الزمن في تحقيق قفزة نوعية في مجال النهضة التكنولوجية؟
بالتأكيد لا شبهة أبدا لدي في هذا الأمر. إذا نظرنا إلى الماضي مثلا قبل 10 سنوات نحن الآن قطعنا مسافات هائلة في هذا الأمر، ليس فقط اقتصاديا أيضا تقنيا وتكنولوجيا. تركيا تطورت وتقدمت وصلت لمراحل مهمة، على الأقل ننظر للمؤشر فهو في صعود متواصل. كما قلت في بداية الحلقة قبل 10 أيام هناك تصريحات مهمة ومجموعة قوانين محفزة للرجال العلمي والصناعيين، هذا أمر يظهر هذا الأمر. بالتالي أنا متفائل جدا، نحن في تطور مهم جدا وما زلنا نعمل لنصل إلى مؤشر أفضل ومستوى أكبر. أنا ليس لي أي شك أو شبهة في هذا. جميل جدا أستاذنا الكريم، حقيقة يعني أشكرك على صراحتك أستاذنا الكريم. قبل أن أشكرك على حضورك، الصراحة أمر مطلوب وهو محفز على بناء أفق صحيح وسليم، ولذلك نشكركم جدا على وجودكم معنا، ونشكركم جدا على هذه المعلومات التي تفضلتم بها أستاذنا الكريم الأستاذ محمد عاكف أوزيورت. يعني أستاذنا الكريم، لكن العالم العربي وتركيا لابد لهما أن يصفقا معا، لأن يدا واحدة لا تصفق. ونحن ننتظر حقيقة مد هذه الجسور ليس فقط من تركيا، وإنما أيضا من الدول العربية التي عليها أيضا أن تسهم في صياغة هذه المشروعات. بعد شكر ضيفنا أحبائنا الأكارم، اسمحوا لنا أن نتحدث عن فقداننا لبناء مشروعات استراتيجية تتصل ببناء التكنولوجيا الخاصة. قبل أيام عرضنا سلسلة من المشروعات التي ابتكرها طلاب الجامعة في عمان. في كل عالمنا العربي لدينا عقليات بشرية هائلة، في عالمنا الإسلامي لدينا قدرات عقلية هائلة لابد من استثمارها من أجل بناء أفق استراتيجي كبير جدا، ولكن الدور الحكومي كما تفضل ضيفنا هو تأسيس البنية التحتية لبناء قاعدة معلومات تستفيد من هذه العقليات وتوجيهها بالاتجاه المناسب. بعد شكر ضيفنا العزيز، اسمحوا لنا أحبائنا الأكارم أن ننتقل وإياكم إلى رحاب الكاريكاتور مرة أخرى، ولوحة كاريكاتيرية بلا تعليق. ألا بالعلم يسمو القوم حبا وفي أفيائه تحيا القلوب. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم أحبائنا الأكارم، وكما التقيناكم بالمحبة نودعكم بها، ولا تنسونا من دعوة صالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.